السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل حل كتاب جيم الصف الثاني الإعدادي الوحدة السابعة صفحة 45. Many young people spend much time نقاط their social media هتبقى checking. كثير من الشباب بيقضوا وقت كتير عشان بيتفقدوا وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم. الإجابة نمبر إيه. السؤال الثاني watching too much TV has many مشاهدة كثير من التلفاز لديه كثير من هتبقى لديه من كثير dangers اللي هي الإجابة نمبر دي اللي هي بمعنى مخاطر. السؤال الثالث spending a lot of time on the internet is very هتبقى is very dangerous هنقول القضاء كثير من الوقت على الإنترنت لديه أو يكون شيء خطر جدا الإجابة نمبر سي. بعد كده السؤال الرابع too much wind can cut many trees and other things كثير من الرياح بتجعل ايه تؤدي الى كثير من الاشجار واشياء اخرى بتتلف كثير من الاشجار او تدمر كثير من الاشجار واشياء اخرى يبقى damage الاجابه نمبر بي. بعد كده السؤال الخامس the screen of my phone was cut 2 days ago I want a new one يبقى damaged الشاشة بتاعت الموبايل هي تلفت أو دمرت أنا أحتاج من يومين وأحتاج واحدة جديدة. السؤال السادس my mobile fell and the نقاط was broken I can't see things on it well الموبايل بتاعي وقع وفي حاجة كسرت ما بقدرش أشوف الحاجات كويس يبقى ديت السكرين شاشة الإجابة نمبر دي. بعد كده السؤال السابع My older brother went to England to nicot his English He wanted to speak it well يبقى improve يبقى أنا أخويا الأكبر ذهب لإنجلترا عشان يحسن الإنجليزي لأنه يريد أن يتكلم بشكل جيد الإجابة نمبر C. بعد كده السؤال الثامن Everyone should nicot enough sleep at night to feel better the next morning يبقى جد كل شخص يحتاج ان هو ينام كويس عشان يبقى كويس في اليوم اللي بعديه يبقى الإجابة نمبر دي. السؤال التاسع social media has an effect on us so we should be careful وسائل التواصل الاجتماعي لديها آثار سلبية لازم نكون حريصين سلبية يبقى negative الإجابة نمبر بي. بعد كده السؤال العاشر we should be careful about the food we eat to stay to stay healthy لازم نكون حريصين على الأكل اللي بناكله عشان نظل أصحاء. بعد كده السؤال 11 Many people use mobile phone to nicot other people quickly يبقى تكست كثير من الناس بيستخدموا الموبايل عشان يراسلوا الأشخاص الآخرين بشكل أسرع الإجابة نمبر A. بعد كده السؤال 12 I think people will go nicot holiday to space يبقى on holiday أعتقد إن الناس هتذهب إلى في أجازة إلى الفضاء الإجابة نمبر C. بعد كده السؤال ال 13 using a mobile phone too much can cause you headaches يبقى هنا تبقى give استخدام الموبايل بكثرة ممكن يؤدي بك إلى الصداع. السؤال ال 14 والأخير when you use a mobile phone too much you can cause headaches يبقى you can get headaches لا عندما تستخدم الموبايل يجي لك صداع كثير أو كثير من الأصداع. كده نكمل الحل في صفحة 47 Russia and Rania are talking about the effects of social media on our health Russia ورانيا بيتكلموا عن الآثار المترتبة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة. Russia بتقول You are always tired these days Why? انت دايما متعبة هذه الأيام ليه؟ أتلا I don't know لا أعرف but I always have headaches بس أنا دايما عندي صداعات أنا مش عارف جمع صداع يعني بصراحة بس هي كذا صداع يعني أكتر من صداع. بعد كده نقاط use your mobile phone a lot فهتقول لها هل أنت بتستخدم الموبايل التليفون بتاعك كتير يبقى do you أتلا of course yes بالطبع نعم. بعد كده سألتها سؤال أتلا social media قالت لها I check it one an hour أنا once at hour أنا بفحصها أو بتفقدها كل ساعة يبقى كم مرة بتتفقدي وسائل التواصل الاجتماعي كم مرة يبقى how often do you ويتفقد أو يفحص اسمها check social media. بعد كده قالت لها it isn't نقاط to spend too much time using it
دي مش فكرة كويسة ان انت تقضي وقت كتير على استخدام الانترنت، يبقى it isn't a good idea to it isn't a good idea ليست فكرة جيدة to spend too much time using it. بعد كده قالت لها but using technology to help me to get more information is a good idea، ولكن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ده بيؤديني الى ان انا باخد معلومات كتير ودي بتبقى فكره كويسه. فتقول لها from my نقاط all my technology had bad for your health. من وجهه ايه؟ من وجهه نظري يبقى from my opinion all technology is bad for your health، بتبقى سيئه على صحتنا. او ممكن نقول انها من وجهة نظري الشخصية اللي هي مثلا اللي هي قلنا my opinion دي صح، وممكن اقول a point of view من جهة اخرى من وجهة نظر اخرى from my point of view او my opinion point of view او from my opinion من وجهة النظر بتاعتي، بس دي احسن from my point of view من وجهة نظر اخرى all technology is bad for your health، ان التكنولوجيا دي بتأثر على الصحة. فتقول لها if you use technology well، لو انت استخدمت التكنولوجيا بشكل جيد you become healthier، هتكون صحتك اكتر، هتكون صحتك افضل، دي بدأ يخلي صحتك افضل، يبقى it should help you، يبقى it should help you، ينبغي ان هي هتساعدك should help you. بعد كده المحادثة التانية، السؤال الاول حنان and لنا and لاما، حنان and لاما are talking about computer games، حنان ولاما بيتكلموا عن العاب الكمبيوتر. فبتقول لها hello لاما، اهلا يا لاما. قالت لها هاي حنان، اهلا يا حنان. وبعد كده سألت سؤال think that all computer games are bad، يبقى هل تعتقدي ان العاب الكمبيوتر هي bad for you، ضر ليكي لما؟ يبقى do you think، يبقى do you عشان think مكتوبة. بعد كده قالت not all computer games are bad، ليس العاب الكمبيوتر سيئة، يبقى انا اقول in my opinion في رأيي الشخصي not all computer games are bad، some of them can help you to learn things، لان بعض منهم بيساعدك ان انت تتعلمي حاجات كتير يعني. بعد كده قالت نقاط if you don't play computer games all the time it shouldn't be a problem، if you don't play لو انت ما لعبتيش العاب كمبيوتر all the time كل الوقت it shouldn't be a problem، ده مش هيكون فيه مشكلة. يبقى هنا I don't agree with you، يبقى I don't agree بعد كده هتقول اللي هو رقم 4 it's not حاجة، it's not حاجة to play games late at night so، يبقى انه مش حاجه كويسه برضو to play games late at night، دي حاجه دي مش فكره كويسه ان انت تلعبي في اوقات الليل متاخره، فهي it's not good idea ليست فكره جيده. بعد كده قالت I agree that playing games at night stops you sleeping، انا متفقه معاكي ان. بعد كده هنحل ان شاء الله صفحة 48، زياد and باهر are talking about making good friends. قال له زياد so do you have lots of friends، انت عندك اصدقاء كتير؟ قال له I guess so، اعتقد او اخمن ذلك صح. بعد كده قال له what نقاط think makes a good friends، what do you think، ماذا تعتقد؟ لما لاقي think كده يبقى do you قبليها والاستفهام يبقى what do you think. بعد كده قال نقاط a good friend helps you when you have a problem، يبقى ما رأيك الصديق بيبقى كويس ازاي؟ فهيقوله طبعا من وجهة نظري الشخصية ان الصديق هو اللي يقف جنبك لما يكون عندك مشكلة، يبقى in my opinion او ممكن اقول from my point of view from my point of view من وجهة نظري، تبقى هنا فوق تاني from لما معناها من وجهة نظري my point of view.
من وجهة نظري الشخصية إن الصديق هو اللي بيقف معاك لما يكون عندك مشكلة. فقال له do you think that's the most important thing؟ هل تعتقد إن ده أهم شيء؟ قال له yes friends help each other. أعتقد نعم طبعا الأصدقاء بيساعدوا بعضهم البعض. helping your friend with his problem is a. فقال له إن مساعدة الأصدقاء هي دي بتكون حاجة، يبقى فكرة جيدة أو a great idea أو good idea، بتبقى فكرة جيدة. تمام، بعد كده هيقول له في السؤال الرابع will حسنا، وبعد كده نقاط help you with، في with موجودة في آخر السؤال، يبقى he helps me with my study at school. يبقى هو بيساعدك في ايه، او what does he help you with، يبقى ما هو بيساعدك في ايه، هو بيساعدني في الدراسة بتاعتي، وابقى what does he help you with، وبيساعدك في ايه. بعد كده قال له if you are good friend، لو انت صديق كويس، you should help each other then، لازم تساعد بعضكم الاخرين. فقال له نقاط a good idea to live without a friend، اللي هو good idea فكرة جيدة بس لازم اكملها لحد الاخر، live without a friend العيش من دون صديق، يبقى دي مش فكرة كويسة، يبقى it isn't a good idea، يبقى it isn't a good idea، هذه ليست فكرة جيدة. بعد كده الاختيارات نقاط music can harm your hearing، هنا الموسيقى العالية تقدر ان هي تأذي السمع بتاعك، يبقى loud music الاجابة نمبر دي. بعد كده السؤال الثاني I got a new mobile phone last week، يبقى انا طلبت موبايل الاسبوع الماضي، يبقى I ordered الاجابة نمبر A. السؤال الثالث many people like to hear songs نقاط headphones، كثير من الناس بيحبوا يسمعوا الأغاني من خلال سماعات الأذن، يبقى throw الإجابة نمبر B. بعد كده السؤال الرابع if you don't tell your parents about your exam result، لو أنت ما قلتش لوالديك عن النتيجة الخاصة بالامتحان، it will نقاط a big problem، ده هيكون مشكلة كبيرة، ده هتصبح مشكلة كبيرة، يبقى become الإجابة نمبر D. بعد كده السؤال الخامس نقاط my opinion our technology is bad for our health، من وجهة نظر الشخصية ان كل التكنولوجيا ضارة بصحتنا، يبقى in my opinion يبقى الإجابة نمبر A. بعد كده my teacher is Mr. سعيد درغام، درغام is his يبقى surname، درغام هي الاسم الثاني لي او نوع اللقب. بعد كده السؤال السابع if you spend a lot of time، لو انت قضيت وقت كتير، بعد كده screens you can have eye problems، انت هيبقى عندك مشاكل في النظر، يبقى على الشاشة، يبقى على شاشة الموبايل يعني، يبقى on الاجابة نمبر D. بعد كده السؤال الثامن I think people want نقاط on holiday to space، want بيجي بعدها فعل في المصدر، يبقى go على طول، انا اعتقد ان الناس مش هتروح في اجازات الى الفضاء، يبقى الاجابة نمبر D. بعد كده الصفحة المقابلة لصفحة 49 when you feel tired you نقاط see a doctor، لما انت يبقى متعب يبقى انت يجب عليك ان انت تروح لدكتور او ينبغي عليك بنصحه، يبقى should الاجابة نمبر A. هي have معنى have بس have to، معناها يجب، هي افضل لو في to بس هنا مش موجود. السؤال العاشر I نقاط watch to night if I don't finish my homework، نقولها تاني I نقاط watch TV tonight، watch TV tonight مشاهدة التلفاز هذه الليلة if I don't finish my homework، لو انا ما خلصتش الواجب بتاعي يبقى انا مش هشوف التلفزيون النهاردة، يبقى I won't، لان if جاي في نص الجملة بعديها مضارع بسيط، يبقى قبليها مستقبل بسيط، يا اما مثبت يا اما منفي على حسب المعنى، ما فيش غير هو المستقبل المنفي هو المناسب للجملة، انا مش هشوف التلفزيون النهاردة او هذه الليلة لو انا ما خلصتش الواجب بتاعي، يبقى الاجابة نمبر B. بعد كده أسئلة التصحيح if you، طالما هنا في be و if بيجي بعدها مضارع بسيط، يبقى verb to be مع ال you يبقى you are، يبقى if you are on the computer for 3 hours you should have a break. السؤال الثاني if you don't do any exercise you بعد كده not will be healthy، يبقى انت مش هتكون بشكل صحي، يبقى هتبقى aren't healthy، يبقى انت صحتك مش هتبقى كويسة، aren't او ايه، استنى كده if you don't do any exercise، لو انت ما عملتش اي تمارين، يبقى نمشي على الحالة الاولى من if جاي بعدها مضارع بسيط، يبقى الجملة التانية هتبقى will او won't
وبعدين فعل في المصدر على حسب المعنى، ويل سوف، وونت لن تكون، يبقى لن تكون بصحة جيدة عشان حضرتك نوت هنا، يبقى وونت بي هيلثي، وونت بي هيلثي أو ويل نوت. بعد كده السؤال الثالث، وين نرمين ترافل تو انديا شي ويل فيزيت ذا تاج محل. هنا وين بيجي بعدها مضارع بسيط وبعدين مستقبل، يبقى وين نرمين ترافلز، حط لها اس. بعد كده السؤال الرابع، if everyone shop online، لو كل واحد تسوق على الانترنت، the shops in our towns will close، المحلات في المدينة بتاعتنا هتغلق، يبقى هنا هتبقى shops عشان everyone بتعمل عمد المفرد، و if بيجي بعديها مضارع بسيط، يبقى shops هنا بمعنى يتسوق، لو كل واحد تسوق على الانترنت المحلات في المدن بتاعتنا هتغلق. بعد كده صفحة 53 الجزء الخاص بالأزهر، السؤال الأول what invention do you hope we will see in the future، ما هو الاختراع اللي انت تتمنى تراه في المستقبل. ممكن اقول اي حاجة على طول، يقول مثلا I hope to see مثلا اللي هي flying motorbike، flying motorbike او موتور. بعد كده السؤال الثاني بتاع سارة، بتقول لسميرة in my opinion، في رأيي too much technology can give you headaches، انك استخدام التكنولوجيا الكتير ده ممكن يجيب صداع، يبقى ما رأيك في التكنولوجيا، يبقى what do you think of using technology، ما رأيك في استخدام التكنولوجيا. بعد كده أسئلة نحن نوصل من العمود الأول لعمود A والعمود B. تمام، if you don't become addicted to technology، لو أنت ما أصبحتش مدمن للتكنولوجيا وسائل التكنولوجيا. التاني I check social media، أنا بتفقد وسائل التواصل الاجتماعي. السؤال الثالث when I opened the box، لما فتحت الصندوق. from my point of view، من وجهة نظري. too much technology، إن التكنولوجيا كثيرة. would like to change، I would like to change، أنا أود إن أنا أغير. هنا once an hour، مرة في الساعة. can give you headaches، ممكن يجيب لك صداع. the phone for a new one، الموبايل الواحد جديد. you will be fine، هتكون كويس. can you tell me how I can do this، يقدر يقول لي اعمل ده ازاي. هنا the screen was damaged، اللي هي الشاشة تم اتلافها. يبقى number one، if you don't become addicted to technology، لو انت مش مدمن لوسائل التكنولوجيا، يبقى you will be fine، انت هتكون صحيا. يبقى الاجابه نمبر دي، جوان بالدين. نمبر 2 اي تشيك سوشيال ميديا، انا بتفقد وسائل التواصل الاجتماعي، يبقى وانس ان اور، مره في الساعه، يبقى نمبر 2 هتبقى ايه. نمبر 3 وين اي اوبند ذا بوكس، لما انا فتحت الصندوق. هنا كان يو تيل مي هاو اي كان دو ذس، كيف ممكن تقول لي ازاي اعمل كده، يبقى دي نمبر اي. يبقى 3 نمبر اي. نمبر 4 from my point of view، من وجهة نظري الشخصية. too much technology، ان التكنولوجيا كتير، هتبقى نمبر بي. can give you headaches، ممكن يجيب لك صداع، يبقى نمبر 4 تبقى بالبي. نمبر 5 I would like to change، يبقى ديت هتبقى نمبر سي. the phone for a new one، غير الموبايل بتاعي لموبايل جديد، يبقى 5 هتبقى نمبر سي.